الناخبون في الدائرة الثامنة أدوا واجبهم الوطني كغيرهم من الناخبين في مختلف الأراضي الوطنية للتصويت في الاستفتاء الدستوري، حيث تم فرز الأصوات في هذه الدائرة التي تضم 12 حي و708 مربع وبها 497 مكاتب للتصويت، وقد تم تسجيل 196,098 ناخب في هذه الدائرة. كما بوتيتا ولا يبقى لنا بلد اللي بوت كان بلد ولا يبقى، ما واجهنا اي صعوبات، واين اعضاء المكتب كله خمسه قاعدين، والممثلين الاحزاب السياسيه كله قاعدين، والحمد لله ما لقينا اي صعوبات. جو فيزيتي انينا ناس، انا اوبسيرفاتير ان دروات دي لوم اوبسيرفاتير انا سينسات، ولا لقينا صعوبات، دخلنا بيت لبيت خمام ده كله كيه جبل ورمان حقه. نحن الآن في تمام الساعة 5:30 تماما بالتوقيت المحلي للعاصمة جمينة، كما تشاهدون خلفي الآن يتم فرز الأصوات من خلال مكاتب التصويت هنا في الدائرة الثامنة بهي أنجاري كواس. كما تعلمون أن الاستفتاء الدستوري اليوم قد مر بصورة جيدة، وقد شهدت هذه الدائرة إقبالا كبيرا من قبل الناخبين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم من مختلف المناطق المتواجدة بالدائرة الثامنة. ياسر محمد أحمد من التلفزيون الوطني.